السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة كان المفروض نتكلم عن الجزء الثاني لتكوين الأعلاف، بس لقيت سؤال بيتكرر كتير كتير جدا، فاضطريت إن نعمل له فيديو مخصوص ونحط عنوان الفيديو هو عبارة عن السؤال اللي بيتسأل على طول، عشان اللي عاوز يسأل السؤال عاوز الإجابة بالتفصيل يرجع للفيديو مباشرة يعرف الإجابة بالتفصيل. السؤال هو: أيهما أفضل؟ أشتغل بالنسبة للأغنام اشتغل تسمين ولا اشتغل أمهات؟ اشتغل تسمين ولا اشتغل أمهات بالنسبة للأغنام؟ وفي جزء تاني سؤال بيتكرر ساعات، وأيهما أفضل، الأغنام ولا الأبقار المواشي؟ ده هنجاوب عليه في الأخير. أول حاجة بالنسبة للأغنام، تسمين ولا أمهات؟ لازم عشان تعرف تشتغل أي مشروع، تحدد مشروعك من بداية تسمين ولا أمهات، لازم تعرف احتياجات كل واحد من المشروعين، الامكانيات المطلوبه في التسمين، الامكانيات المطلوبه في الامهات. هنبدا بالامهات لان هي اللي المعلومه مش واصله للواحد. هنبدا بالامهات. الامهات عشان تشتغل امهات ضروري 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 يكون عندك متوفر حاجه من الاثنين، اما مراعي، مرعى ارض ترعى فيها الاغنام، يعني علف ببلاش بتاكل من الارض ببلاش، او اعلاف متوفره باسعار رخيصه. طبعا الامهات بتعتمد اعتماد كلي على المرعى، بتعتمد اعتماد كبير يعني على المراعي، على المواد الملأة عموما، المواد الملأة الاتبان بانواعها بالكامل، لانها بتكون مواد رخيصه الثمن قصاد مقارنه باسعار الاعلاف المركزه. فضروري اما يكون عندك مرعى او يكون عندك اعلاف رخيصه، يعني ممكن يكون عندك مرعى او عندك ارض بتزرع فيها برسيم وبتحش وبتاكل الغنم، او بتزرع فيها ذره بتزرع فيها برسيم، المهم بتنتج من ارضك، فبتنتج الاسعار بتكون رخيصه نوعا ما عن لما تروح تشتري كل حاجه. اما التسمين، قبل ما نتكلم عن التسمين طبعا، الاول لو عاوزك تحسب حسبه سريعه كده، لو النعجه الام هتضحك عليها هتصرفها 3 جنيه مثلا 4 جنيه في اليوم، بس انت قافل على المزرعه، قافل على النعجه، قافل على الام في المزرعه، ما عندكش مرعى، ما عندكش علف رخيص، وعاوز تجيب امهات، والام بتصرف معاك في اليوم متوسط 4 جنيه. يعني في خلال السنه هتصرف كام؟ في خلال السنه هتصرف حوالي 1400 جنيه تقريبا. لو هتصرف 4 جنيه في 365، شوف هيطلع لك كام؟ 4 جنيه في 400 يوم هيديك 1600 جنيه، يعني حوالي 1400 جنيه تقريبا. 1400 جنيه في السنه، يعني في خلال الولده الواحده كام؟ اللي هي 6 شهور، في خلال 6 شهور هتصرف معاك 700 جنيه، من 700 ل 800 جنيه. من 700 ل 800 جنيه يعتبر مصروف عالي جدا 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 في خلال 6 شهور، طبعا ده خلال 6 شهور معناها فتره الحمل، الخمس شهور والشهر اللي بتفضل فيه فاضيه لغايه ما تلقح، ما لغايه ما تعشر. يعني 6 شهور بمجرد ما الجنين يتولد فقط لا غير، لسه في شهرين رضاعه او 3 شهور رضاعه. انا بحسب لك بس على 6 شهور فقط لا غير. يعني لسه في مصاريف زياده كمان شهرين 3 اكل للام. بس انا بكلمك مصاريف لغايه ما الجنين يتولد بس. بمجرد ما نزل بطنه صرفت 700 جنيه، هو يسوى كام لما تتولد؟ وصرف 700 جنيه، هو يسوى كام اول ما اتولد؟ مش هيسوى الكلام ده خالص. مش هيجيب الكلام ده، مش هيجيب ال طبعا انت لو هتبيعه من عمر يوم مش هتبيعه ب 300 400 جنيه اصلا، لو ذكر ده، لو ذكر مظبوط مش هيتباع ب 300 جنيه. بس انا بقول لك بوريك بوضح لك الامور بتمشي ازاي لو انت عندك امهات عاوز تشتغل بامهات وما فيش مرعى او اعلاف رخيص. شوف هتصرف قد ايه. انما لما يكون في مرعى اثناء ما الام فاضيه او حامل في الشهور الاولانيه، الشهور الاول، الشهر الاول، الثاني، الثالث، ما بتكونش احتياجاتها الغذائيه عاليه، ممكن ترعى تعتمد اعتماد كلي على المرعى او على الاعلاف، الماده الملأة اللي عندك، الاعلاف المتوفره عندك اللي هي المواد الملأة اللي انت مخزنها او متوفره عندك رخيصه، زي تبني الربايه، تبني الفول، تبني الحمص، عرش السوداني، كل ديت الدريس او البرسيم او الذره، السلاج، وان كان في عليه تحفظ شويه مع الغنم بس ممكن عادي تاكل منه سلاج طالما السلاج سليم وكويس. كل دي مواد ملأة رخيصه تعرف تاكل منها، ما بتصرفش معاك النعجه، لان النعجه دي راس مال ثابت طول السنه، ما بتتباعش، قاعدة طول السنة تاكل، البق ما بيقفش عن الأكل طول ما هي عايشة بتاكل، يعني طول السنة عمالة تصرف. يا عالم كمان الأمهات ولدت ما ولدتش، حصلت مشاكل في الولادة، بيبقى ده كله وارد،
فاحنا بنتكلم كده فهمت امكانيات او المتطلبات اللازمه لمشروع الامهات. عشان لما تيجي تفكر مشروع الامهات زي ما قلت لك لازم تبص على مرعى واعلاف رخيصه. طبعا الام الناعجه بتتعامل عادي جدا معامله خروف التسمين في 4 شهور اللي هم اخر شهرين من الحمل، الشهر الرابع والخامس واول شهرين من الرضاعه الاول والثاني. ممكن تعملها معامله تسمين وتفرج على معدل التحويل في الجنين في ابنها، وتفرج على حجم الجنين لما بينزل، وتفرج على الذره لما بتولد ما شاء الله بتجيب لبن ياما، وتفرج على معدل تحويل في الجنين بيطلع لك خروف متاسس 100% خلال اهم 4 شهور دول. طيب بالنسبة للتسمين، التسمين معادلة محسوبة 1+1=2. بجيب خروف بجني، بأكله ربع جني، ببيعه بجني ونص. يعني معادلة بسيطة بغض النظر عن الأرقام، يعني بوريك يعني كمعادلة معروف الخروف بتجيبه سعره كذا، بياكل بكذا، بيتباع بكذا. بتخلص الدورة، اتباعت الدورة بالكامل. الخروف ما فيش أي مشكلة تجيب كل مصاريفه بالكامل تشتريها، كل أعلافه، المواد الملأة تشتريها، يتحط في حظيرة مغلقة، مزرعة مغلقة بدون راعي خالص، ما فيش اي مشكلة. ده بالنسبة للتسمين. طبعا اذا دخلت مراعي، شوية مراعي واخر النهار ويعني وجبة العلف الصبح وجبة العلف بالليل وترعى خير وبركة للخروف، ما فيش اي مشكلة، هيوفر معاك في المواد الملأة، يوفر معاك في الاتبان، ده من باب التوفير. ولكن هو معادلة محسوبة، حبسته من اول يوم لاخر يوم ما طلعته، ما فيش منها اي مشكلة في خروف التسمين. ده الفرق بين التسمين وبين الامهات. وان شاء الله يا ريت السؤال ده ما يتسالش تاني، والفيديو ده هنكتب عليه السؤال ده بالظبط، اللي عاوز يعرف ايهما افضل، مشروع تسمين الاغنام ولا الانتاج، مشروع الامهات. النقطه الثانيه اللي بتسال في بعض الاحيان، ايهما افضل، التسمين ولا مشروع الاغنام قصدي ولا الابقار، ده راجع للخبره، راجع للخبره. وان كنت انا بميل لمشروع الاغنام، مشروع الابقار المواشي بيحتاج راس مال عالي، بيحتاج تجهيزات في المزرعه، لا قدر الله حصلت اي وفيات، البقره نفسها بتزعل. يعني ممكن مثلا تمن بقره لو قالوا سعر متوسط بقره والده مثلا، او خلينا بنتكلم على البقره بنفسها بطولها في حدود ال 15,000 جنيه، لو وقعت بتزعل، 15,000 جنيه ماتوا. اما الخروف يعني لو ما بيكون لحم ب 3,000 ونص ما يزعلش، لو مات واحد ما يزعلش زي لما تموت بقره. بس راجع طبعا للخبره، واحد عنده خبره في المواشي، في الابقار، عنده خبره في الشراء، عنده خبره في التربيه، عنده امكانيه في المزرعه، خلاص ما ينفعش يشتغل في الغنم، ما ينفعش يشتغل. لو البقر ببلاش ما بيشتغلش غير في المواشي، لان دي شغلته، دي صنعته، الخبره دي لها الدور الاول. بس انا بكلمك كمبتدئ ما عندكش اي خبره، ما انصحكش بالمواشي، خليك في الاغنام افضل. وفي النهايه طبعا اذا عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.